مساء الخير من جديد لمستمعين مزاج فهم بكل مكان عم بيسمعونا. مستمرين معاكم بمواضيعنا المختلفة. وأولى مواضيعنا لليوم كيف أتعامل مع المدير اللي بينكر دائما مجهودي وعملي. عم بتشاركونا على 0788-593-593 برسائل نصية صوتية واتصالات. الرسائل اليوم من صديقنا محمد بيحكي: في البداية قبل أن تحاول أن تنال رضاء المدير تأكد تماما من أنك مؤهل وتنجز العمل بشكل دقيق. طيب ماذا يريد من الموظف؟ أن يؤدي دوره بجدارة تامة، ولكن المدير أغلب الأوقات لديه جدول أعمال ومشغول. لذلك إذا أردت أن تلفت نظر مديرك أو يقيم شغلك، يجب عليك أن تلعب في ملعب آخر، لكن هذا الملعب هو المراية التي يراك فيها المدير. يعني تمام، جميل جدا أنه يعني أنت ما تكون تستنى رضا المدير، ولكن مهم جدا التقدير من المسؤول. هنا أحاول أن أثبت أن قدرتي على العمل وإتقاني في العمل، وأحاول أن أغير نظرته السلبية لي في حال لم أحصل على نتيجة أفضل. أقدم استقالتي وأذهب للعمل في مكان أشعر بقيمتي فيه وأجد من يقدر تعبي. هنا صديقنا سعيد بيحكي: هنا لابد من المواجهة، أواجه صاحب العمل وأعرف منه السبب، ومن ثم أقنعه بأنه مخطئ أو يقنعني بأسبابه. كمان صديقنا ماجد بيحكي: لا بأس في مناقشة الأسباب الحقيقية معه. أما أنا بحكي أتعامل معه فقط عن طريق الإيميل. أبا هنا صديقنا على ما أعتقد علام بحكي: إذا كان مديرك لا يقدر مجهودك فابحث عن عمل آخر، لأنه من الخوف أو من النوع الخائف على كرسي، فكل من حوله يريد أن يكون مكانه. صديقنا هنا أشرف بحكي: هو أن يكون حب العمل لديه واضح، وإن كان لم يرى ذلك فلا بأس من التحدث معه ومناقشة النقاط التي يراها كل منا لتوضيح وبيان الأسباب الحقيقية. لطيف. نستنى منكم تعليقاتكم: كيف أتعامل مع مدير الذي ينكر دائما مجهودي وعملي؟ يا هل واجهتوا هذا الاشي قبل هالمرة وكيف تصرفتوا؟ بنحب نسمع منكم جد. طيب هنا علاقة المدراء والموظفين في العالم العربي حتى بالعالم الغربي دائما مشحونة بالغيرة وحب السيطرة والتملك بدرجات ونسب متفاوتة، وهذا طبعا لا يعني أنني أقصد التعميم. هناك مدراء رائعين ودودين مع موظفينهم. هنا لازم تفهم مديرك. عموما الكثير من الأشخاص لا يفهموا مدراءهم بالشكل الصحيح. هنا لازم تعرف سبب مشكلتك معاه، وهل بسببك أنت أو بسبب نفسيته السيئة. وفي هاي الحالة يجب طلب المساعدة من موظفين آخرين معك في العمل. يعني صعب تطلب كمان يعني تساعدك زملائك: والله مديري مش حاببني، ما بقدرني. كمان برضو يعني مشكلة هاي. وأنا عبد الله بيحكي: بضيع تعبك مع مديرك بسبب زملاء أصلا آخرين بيهزوا ذنب. يعني هاي كانت مجموعة من التعليقات. المدير الناجح بوظف أشخاص أشطر منه. في عندنا هون كمان رسائل، يبدو أنه في مشكلة بالرسائل الصوتية. شكرا لكل الأشخاص اللي بعتونا وعلقوا بهذا الموضوع. بدنا نروح كمان لنصيحة تانية، ولكن احكينا عن نصيحة غيرت من حياتك بس يعني اشتغلت فيها وعملت فيها. نصيحة كانت مختلفة تماما، فأخبرونا هيك نصيحة غيرت من حياتك. أنا آسف، هنا احنا سامعين، انت مو سامع. انا مش سامع منيح الصوت. كيف عندك نجود؟ مش كتير واضح. انا اسف. مين بعت هاي الرسالة؟ روان. انا اسف يا روان، بس هلا راح اسمعها تحت الهواء. طيب كنا نصيحة غيرت من حياتك بس عملت فيها على 0788-593-593 بعتونا اياها. خلينا نقراها. يلا